موجز الأخبار في دقيقة، أهلا بكم. وفيه عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية يلقون مصرعهم جراء غارات مقاتلات التحالف في مديرية حيس في محافظة الحديدة. مصر وروسيا توقعان بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في القاهرة اتفاقا لبدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية، وبوتين يوافق على استئناف الرحلات الجوية إلى مصر. كشفت وسائل إعلام أمريكية عديدة أن المهاجر الذي فجر عبوة ناسفة بدائية الصنع في نفق مترو قرب تايم سكوير في نيويورك قال للمحققين إنه أراد شن هجوم باسم تنظيم داعش. تشرع المدارس الفرنسية بشكل رسمي مطلع السنة المقبلة في منع الهواتف النقالة ومختلف الأجهزة الإلكترونية داخل الحجرات الدراسية. فريق ليفربول الإنجليزي يهنئ لاعبه المصري محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي لعام 2017.